ونتوكل على الله. نعطي كلمة للأستاذ الكبير بمزارة عام المتحدة. السلام عليكم إن شاء الله سابق. فأنا أجد أن هذه الفرصة مناسبة بصراحة ووجدت له كويس أن ينتقل مع حضراتكم على الأقل نقف على بعض الملاحظات والمشاكل أو الصعوبات اللي يمكن واجهنا أثناء السيئات. أنا ما عنديش اعتراض أن مثلا أي واحد من الناس مشجع للقطاع الخاص بالفلسطين وهي مسؤولية تقع على هذه الدولة بشكل عام وهي اليوم موجودين وذلك لمناقشة العراقيل التي تواجه مكاتب العمل وكذلك مناقشة البرامج التدريبية التي يقوم بها المراكز التدريبية المعتمدة من وزارة العمل بما يسمى بالطب التجميل. احنا لاحظنا في الآونة الأخيرة الاجتماع الطارئ للجنة المشكلة بخصوص التفتيش على عيادات الطب التجميلي. يعني المحاور وجد المهمان لهذه الجائزة مش مسألة تطور نفسها وظفاتها او جهه وظفاتها تشوفها بهذا الاعتبار تكلس بالفلوس تكلس بالحاله الاجتماعيه بما تديش ايضا اذا كان فيها حوافز للقطاع الخاص بحيث لما القطاع الخاص ينشط تحت فرصه عمل كويسه او تحتاجك تحت الطريق على انك تعمل يا رب هذا وكذا نعرف يعني فن الخطا وفن الهدف وفن النقاط لما يضع مني في امبلوير معناها قابل للطوق مهني وفي يوم ثاني وهذا هي الفرصة الحرب زي الديانة وزي الجيش وزي زي زي عملات قانونية هذه العادة الإدارة لكن أنا مش كان هذا هو ذات العمل لكن كبير بك ما أدرى أنا الحمد لله عفيف التدريب في المدرسة ودائما بكون صراحة القطاع الخاص هو لأنه بيخدم في الدولة وعنده وظيفة ثانية يسمى فروع باطل لا هو يقدر عنده بزنس دكة عامة مزرعة اللي هو لكن يبي يتوظف بيشعر بالأمان في قصة الضمان الاجتماعي والمفهوم الخاطئ يحسب على صدر رحب في أي ملاحظة عنده من جانب الإدارة. اليوم هذا اجتماع تعارفي مع مراكز تدريب داخل نطاق بلدية طرابلس المركز وتوضيح أمور كانت ما كانتش واضحة بين المراكز وبين الوزارة وحضور مدير إدارة متابعة الجودة في الوزارة إن شاء الله يكون حاضر اليوم حيكون توضيحه والنخبات نخابة المهن الصحية والنخبات التعليمية لتبديل الصعوبات والعراقيل اللي كانت تواجه بعض المراكز التدريبيه. طبعا هي ترأس لجنه اسمها لجنه الازمه والطوارئ كان دورها التفتيش على العيادات طب التجميل وفيهم اعضاء في النقابه. ما دام شوف مواطن لما يمشي يشكي لمركز الشرطه او شيء واحد لاحظنا في الاونه الاخيره طب التجميل ما عادش ولا مهنه ولا جوده عاليه. المستهدف لما يجيني انا ما كنتش ما تخدمش ما